المستشار الإعلامي للدكتور أحمد زويل. أستاذ شريف برحب بحضرتك. أستاذ شريف، أستاذ شريف حضرتك سامعني؟ أنا سامعك يا شريف، اتفضل. أنا بشكرك وتعزية ليك وللشعب المصري وللإنسانية يا جماعة. يعني عايز أتعرف من حضرتك، البقاء لله طبعا، عايز أتعرف من حضرتك يعني ترتيب الجنازة وإجراءاتها، عايز أخلي الناس في صورة، يعني كل اللي بيسمعوني دلوقتي يكون عندهم صورة واضحة للي المفترض يتم في الفترة اللي جاية، وآخر حاجة ليك مع الدكتور زويل إيه؟ أنا عايز أشكرك الحقيقة، وعايز بس أعقب على تعليقك اللي كنت بتتكلم فيه عن السؤال اللي طرحته على الدكتور زويل، لأن أنت عكست فيما سردته شريف ملمح إنساني مهم من ملامح اللي كانت بتميز الدكتور زويل، وهو إيمانه بالشباب وإيمانه بمصر وإيمانه بقدرتها على أنها تنهض وإيمانه بأن مصر تستطيع إذا رهنت على الشباب وعلى ما كان يسميه المراكز المضيئة في كثير من الأماكن، سواء في الإعلام أو السلك الدبلوماسي أو الصناعة أو التجارة أو غيرها. ده حقيقي، وكان في قمة التواضع كمان، يعني التواضع شيمة العلماء، يعني صحيح يعني صحيح فعلا. كان بيحاول يقول لك أنه يعني بيعتز بنفسه زيادة عن اللازم، لكن الحقيقة الناس ما كانتش بتقدر تفصل بين فكرة احترام العلم وقيمته وبين هذا التواضع. يعني الحقيقة أنه دكتور زويل فاجئنا كلنا برحيله المفاجئ، لأنه الراجل كان مفعم بالأمل والحماسة، كان عنده خطة كبيرة جدا خلال السنوات القليلة المقبلة، لأنه فعلا يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة، وده كان حلم حياته اللي بيسعى ليه من خلال مدينة زويل اللي هو التكنولوجيا كمشروع قومي. والحقيقة أنه رغم ما واجه من بعض المشاكل والتحديات الكبيره اللي اجهدته، الحقيقه اجهدت الدكتور زويل، ربما يعني لا اكون مبالغ اذا قلت انها كانت سبب في مرضه قبل 3 سنوات، لكن الرجل لم يفقد ايمانه ولا صبره، كان حريص على انه يجمع افضل العقول المهاجره ويعود بهم الى مصر لينشئ عدد من المراكز البحثيه في المدينه، يستقطب افضل الكفاءات من خير الطلاب مصر النوابغ الحاصلين على مجموعات متميزه في الثانويه العامه، وما كانش بيعتمد على مجموعه الثانويه العامه، لا كان بيجري لهم 3 اختبارات للتأكد من أنه الطلاب فعلا موهوبين وأنه إعدادهم قائم على الفهم مش التلقين. وكنا بنستقبل النهاردة الدفعة الرابعة الحقيقة من طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا، فالحقيقة الراجل كان عنده حلم كبير، كان بيتابع على مدى الساعة، بيصحى من الساعة 5 الصبح بتوقيت كاليفورنيا، يتصل سواء بالمسؤولين في مصر أو يتصل بينا في المدينة للوقوف على آخر العمل، كان بيتابع العمل في مجالين. الحقيقة المسار الرئيسي كان الإنشاءات اللي بتتم في حي حدائق أكتوبر في المدينة الجديدة اللي مساحتها بتصل لأكثر من 200 فدان، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومعها 7 شركات وطنية كانت بتسابق الزمن للانتهاء من هذه المدينة، مرحلتها الأولى شريف كانت تتكلف أكثر من 2.6 مليار جنيه، شبه انتهت، يعني كان باقي فقط تشطيب المبنى الأكاديمي والمبنى الإداري. كان من المقترح أنه احنا نفتتح المدينة، أنه الرئيس السيسي يفتتح المدينة يعني بالتزامن مع احتفالات تحرير سيناء في ابريل 2017، ثم يتم الانتقال في الصيف الى هذا المقر الجديد. ايضا كان بيتابع العمل الاكاديمي على مدار الساعه، الراجل كان عنده منهج واضح، مجلس الامناء وضعه انه كل حاجه تتم في المكان طبقا للمعايير العالميه، مفيش مجاملات، مفيش استثناءات لاي حد، حتى لو كان نبيل احمد زويل او ابن الدكتور مجدي يعقوب او ابن الدكتور محمد غنيم اللي هم اعضاء مجلس الامناء المؤسسين معالي المدينه. يعني وده يمكن سر نجاح المدينة الحقيقة اللي وضعها طبقا لمؤشرات البحث العلمي في الصدارة منذ سنتين فيما يتعلق بالنشر الدولي محليا في القضايا المتعلقة بمشاكل المجتمع المصري. عدد الأبحاث اللي خرجت الحقيقة من المدينة ولها وتعمل على علاج هذه القضايا بتراها مؤسسة زي جوجل وزي أكاديمية البحث العلمي إن هي بتضع مدينة زويل رقم 1 في مصر وربما في الشرق الأوسط ومن أهم المراكز البحثية على مستوى العالم، رغم أن عمر المدينة لم يتجاوز 3 سنوات. مش عايز اكلمك عن الحاله الانسانيه للدكتور زويل لانه كان يعني شديد الايمان بهذا الوطن وبشبابه، كان امنيته فقط، كان دايما يقول انه قبل يعني امنيتي ان افارق الحياه ان تصبح مصر من الدول المتقدمه، وزي ما قال لك عن الهند فعلا كان دايما بيضرب المثل ده، كان بيقول احنا مش اقل من الهند ولا من كوريا الجنوبيه ولا من البرازيل او تركيا، وان احنا من حقنا نبني مشروعنا العلمي وهو ده الطريقه الوحيده للنهوض بالاقتصاد وتحويل مخرجات البحث العلمي للصناع. كان مؤمن جدا الحقيقه بانه مصر تستطيع وان عندها الامكانيات البشريه والماديه لهذا لتحقيق هذا الحلم، عشان كده لم ييأس، قعد 16 سنه يكافح او 17 سنه، حتى لما واجه كثير من المشاكل
المرحلة الأخيرة وبعض المشاكل القضائية كان قراره الحقيقة رغم أن الدولة كانت رافضة هذا الفكر، فكرة أنه يتخلى عن الأرض والمباني الموجود فيها، لا هو طلب أنه يبدأ من جديد في الصحراء ويترك هذه الأرض والمباني ليؤكد أنه البشر فقط هم من يستطيعون يعني أن يتقدموا بالبلاد وليس الحجر، وكان بيمد إيده لكل الناس الحقيقة ولكل مراكز البحثية. أنا عايز أقول لك كان آخر توصية لي لما علم أنه السيد عمرو موسى عين رئيس لمجلس امناء جامعه النيل، والجميع يعلم المشكله اللي كانت بين المدينه عندنا وبين جامعه النيل، قال يا شريف يعني اي حاجه يطلبها السيد عمرو موسى ده تكليف شخصي ليك انك تنفذها على الفور، ده صديقي ورجل قيمه كبيره مصريه، واحنا طوينا هذه الصفحه وكلنا جايين نخدم مصر وبحاجه الى ان ننهض بالبلاد، والبلاد مش هتنهض الا بالبحث العلمي. مش عايز اقول لك كمان انه كانت المدينة بتطلب مثلا، احنا شركاء الان في الارض القديمة في مبنيين، يعني جابت نيل في مبنى ونحن في المبنى الاخر، وبنضطر الحقيقة ندفع قيمة فاتورة الكهرباء، فاتورة كبيرة جدا اكثر من مليون جنيه، جابت نيل غير قادرة على دفعها. فكان دايما يطلب من المسؤولين في المدينة ان احنا ما نطلبش منهم الفاتورة وان احنا نساعدهم في اي عمل بحثي او علمي. فالحقيقة كان متجرد يعني بشكل يعني انا اتعلمت منه قيم كتير، كنت احيانا ما بكونش متسامح زيه كده شريف، لاني شفت ازاي كان البعض بيهيل عليه التراب. احد الصحفيين كتب 21 مقال ينتقد شخصه مش ينتقد تصرفاته، تعرف احنا بنشخصن الامور ازاي. ما فكرش مره ابدا الحقيقه ان هو يرد او يطلب مني ان انا ارد عليه، هو كان عنده هدف واحد بس، مصر. كان بيسمي هذه الحاله الدكتور احمد عكاشه يعني في الطب النفسي انه زويل مريض بما يطلق عليه الحنين المرضي لمصر. ولا اخفيك سرا اني اقول لك الدكتور عكاشه وكثير من اصدقائه كانوا بيقولوا له انه يجب انك يعني تتوقف عما تقدمه لانك لن تستطيع ان تنجز شيء في هذا البلد، لكن هو كان عنده ايمان الحقيقه بالقياده، وكان عنده ايمان بالقوات المسلحه، وعنده ايمان بالشباب المصري وبالشعب المصري، وبيقول انا عارف انه الشعب المصري يقدر، وانا حلمي انه هذه البلد تكون متقدمه علميا، وكان بيشتغل لغايه اخر لحظه على هذا الامر يعني، ولكن يبدو انه كان بيشعر بدنو اجله. فكلف الحقيقه اللي هو صلاح عزازي مدير الشؤون الحكوميه عندنا في المدينه انه يبحث لي عن مقبره في 6 اكتوبر قبل 6 شهور. وتخيل انه من اسبوع بعد ما اشترينا له المقبره فعلا طلب انه يشوف صورتها. الحقيقه يعني كانت وصيته للمدام والابناء الاربعه انه اذا مات انه يتم نقله على الفور لمصر اللي دفنوا فيها، وبالفعل نقلوه لملحق مستشفى طبي في المركز الاسلامي في كاليفورنيا في لوس انجلوس. وبتتم الان ترتيبات نقل الجثمان يا شريف، ان شاء الله هيصل يوم الاحد عبر الخطوط التركيه، لانه كان في ترتيبات معقده تتعلق بالطيران وبعض الامور اللوجستيه. والحقيقه ان رئاسه الجمهوريه بلغتنا انها ستتولى يعني من الالف للياء كل اجراءات الجنازه، وانها ستقيم جنازه تليق بالفقيد الراحل. احنا كمان بنبحث الان في المدينه لانه الحقيقه في هجمه شعبيه كبيره، الكل يريد ان يشارك لانه لا نعلم من يعزي من، يعني المصاب مصر كلها. فاحنا بنبحث عن مجموعه من الافكار علشان يكون في فرصه للشعب المصري وللطلاب ولمحبيه للمشاركه سواء في الجنازه او في العزاء او في عمليه التأبين، وسنعلن الراي العام اخر الاستعدادات ان شاء الله بمجرد استكمالها. البقاء لله. وانا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبعزي حضرتك وبعزي مصر والمصريين وكل العالم في هذا القيمه العلميه والانسانيه.